نتفق النهاردة على خطة ال 16 أسبوع. هنلتقي مثلا مع مجتمع الجمعيات الأهلية، وبالتالي هنستعين بالاتحاد وهنستعين بالجمعيات المشاركة في ان احنا ندعو 250 جمعية عشان يتفرجوا على فيلم معين، ونشوف الأسئلة اللي هتدير الحوار. ما هو مشروعي الشخصي؟ انا عايز ابقى ايه كمان 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، لغاية لما ينقضي العمر؟ انا عايز ايه من نفسي؟ وحطيت برنامج زي مشروع الاستاذ شفيع شلبي، انه اكبر من ان كلنا نستوعبه بحق. الحقيقه الاستاذ شفيع شلبي كان دائما هو يعني في صدر شبابه، هو يحب يكون رائد في حاجات كتير، ويتطرق الى موضوعات جديده دائما، وكان يفكر في حاجات احنا ما كناش بنفكر فيها يمكن في ذلك الوقت.